رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار، وخلال تقديمه للمنطقتين الصناعيتين بيرزيو وسكيكدا، وصف المنشأتين برئة الاقتصاد الوطنية. حكار اعتبر أن المرء المركبات المتواجدة في المنطقتين بالأكبر في المنطقة، من بينها مركب تكرير وتصفية البترول بسكيكدا بسعة معالجة تعادل 17 مليون طن، ما يضعه الأكبر على الصعيد الإفريقي، بالإضافة إلى شروع الجزائر لأول مرة في صناعة الوقود انطلاقا من المكثفات البترولية في إفريقيا. نحن نقوم بإنجاز مشروع كبير لصناعة المواد البلاستيكية البولي بروبيلان مع شريك فرنسي، وهو بحوالي سعة 1 مليون طن. سوناتراك اليوم تنتج حوالي 185 مليون طن مكافأ بترول، منها 42 مليون طن من النفط، وكذلك 132 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حوالي 9 مليون طن من المكثفات، و9 مليون طن كذلك من غاز البترول المميع. كذلك ننتج حوالي 144 ألف طن من المواد البتروكيميائية، خاصة الميثانول وكذلك المواد البلاستيكية. نكرر في الجزائر حوالي 28 طن من النفط لإنتاج المواد الطاقوية خاصة الوقود، وكذلك نسوق أكثر من 95 مليون طن مكافأ بترول إلى الخارج. هذه التسويق هذه المواد يضمن للبلاد حوالي أكثر من 95% من العملة الصعبة، وكذلك أكثر من 50% من مداخيل الخزينة العمومية.